فما عباد عايشة في الغربة وفما عباد عايشة في بلاد اللي هي غربة. فهمت أنا نقول معناها نكمي وقلبي يبكي على فراق العشرة وزمان الخوان ما ننساه. تنادي الغربة بلادي وبلادي غربة. معناها تعيط نحب نمشي الغربة نحب نمشي الغربة وانت ديجا متغرب في بلادك. معناها أنا شو نقول، نقول اقف على ساقيك في بلادك حتى 1%. فهمت؟ ومن بعد خويا تحب البحر اطلع فيه شقف، تحب طيارة ان شاء الله ربي يسهلك، اما معناها اقف 1%. حاول حاول اقف 1% في بلادك باش كي تمشي ما تمشيش ناقم للغربة، ما تمشيش تشد بياسة، وما تمشيش معناها كما نقولوا اسمع معناها فما برشا حاجات راه في الغربة، راه ما هي الجنة. مش واحد باش يمشي باش يلقى معناها دار محلولة، مش باش يلقى مرات تستنى فيه باش يعرس، راه باش يمشي معناها ريسك، فما ريسك. فهمت؟ فما أصحاب عرفتهم مروان مشاو وتغربوا ولا حرقوا من بعد ندموا برشا برشا، ما ندموا قليل. فهمت؟ على خاطر أصحابي أنا معناها قلبهم بيه الحقيقة. فهمت؟ عندي أصحابي معناها سبحان الله والله العظيم، معناها اللي يقعد عام عامين معناها يسهل عليه ربي يعرس و ويجيب بنية معناه، واللي مثلا يشد خدمة مسمار في حياته بعد سبحان الله كيفاش أوراقه معناه خممت في الحلقة نهار من هارات. أنا وصلت معناه مش خممت في الحلقة، رجعت أنا مش معناه رجعت من الماء، وصلت معناه فهمت، وصلت معناه ركشت جمعتين. فما ذي العبيد راهو فما عبيد ما تحكيوش معناه الموضوع ذي، تقول لك ليه وما نحبش أنا نحكي. فهمت؟ أنا وصلت رجعت من الماء، وصلت معناه بلغة الحرقة معناه سامحني في الكلمة، وصلت جونت. فهمت؟ معناها قعدت جمعة معناها. فهمت؟ وانت اليوم عن تجربة تحكي تقول انه الحرقة مش ماهيش هي الحل، انك بيبان تتحل علاش ليه تحاول في بلادك. الحرقة حل 5% حل 5% الواحد بمخه. وانت انا واحدة من الناس ضد الحرق، ضد الحرق الواحد يعرض روحه للخطر. ضد الحرقة لخاطر انت تشوف من روحك. فهمت؟ إيش انت إيش استاج بحذينا غاديك. فهمت؟ خمس صنبر معناها حتى إيش معزة مكرمة بحذ أخوك. فهمت؟ إيش دور معايا دور شوف معناها قلت لك فما عبيد راهو حاجات تنحاو عندهم من التسعينات تنحاو، فما عبيد لتو تستعمل فيها معناها، فما موبقات معناها عبيد لتو تستعمل فيها منيش. فهمت؟ مش من البخ اللي راه ولا من القلق، ولا تلقاه بو العبد هذاك ما خممش في ولده اللي هي معناها مولود شوف عم قديه معناها، وتلقاه بو عزيزه ما خممش في بوه. فهمت كيفاه؟ معناها تقام من اول الدنيا عبيد ما خممتش في بعضها، وتولدت تلقى رواحها معناها في حومه شعبيه. فهمت؟ معناها الظروف الصعيبه مش تلقى كان الاصل وكان القلب الباهي اكاهو ابار الاصل وقلب بارك، مش تلقى برشا فلوس. اللهم واحد يسعى من اللي هو صغير ينتج. فهمت؟ كيما نحن راهم ما كبرتش وحليت عينينا نلقى مغرفه ذهب، ولا ما لقيتش بابا مثلا عنده هناشر ولا سواني. فهمت؟ باش انا فهمت معناها يعني تعبت باش وصلت وحدي. فهمت؟ ننتج وحدي. بالعكس معناها جينيراسيون تاعي اللي في حومه شعبيه قاعدين يعاونوا في ديارهم تو، وهما معناها انا نعرف اليوم ما في حلومش. فهمت؟ اما معناها قاعدين يسعوا جوست باش يعاونوا ديار، باش يعاونوا ميمته، باش يعاون بوه، باش يعاون اخته اللي باش تعرس ولا اللي قاعده تقرا. فهمت؟ تلقاه مسكين معناها مستحق. فهمت؟ وقاعد ينتج ويسعى باش يعاون. فهمت؟